بس نحن قررنا وخلاص ومانا موافقين على العرض اللي قدمناه. بلا رح نروح. لا ما رح نروح. لا رح نروح. ما رح نروح. لك. لحظة، ما في داعي تتخانقوا بالأول، فكروا بالموضوع وردوا لي خبر. بستأذن، أنا تشرفت كتير بمعرفتك يا حلوة. وأنا كمان. تشرفنا. تشرفت فيكي يا أمورة. خبروني بس تقرروا شو بدكم تعملوا قبل بوقت لأحجز لكم بالطيارة. يبدو أنه هاي الليلة رح تكون طويلة كتير. هيك يبدو، ما في داعي تطلعي، أنا بعرف طريقي منيح. تصبحوا على خير. تصبح على خير. شو نبلش تصويت؟ سيلين، ليش كل هالغراض؟ كل اللي رح نقعدهم يومين. لا أمي، ما بعرف كيف الأجواء هنيك، أخذت معي كل شي بحتاجه. بس بخاف يكون معنا حمل زايد بالطيارة. بيري ما رح تاخد معي شي. صوتك مو طالع بيري. ايه ناطرتكم لتخلصوا. نازلي جهزت ولا لسه؟ قاعدة بالصالون وقال ما بدها تروح. أوف، هاي البنت بدها تجيب آخرتي. نازلي حبيبتي يلا بدنا نروح. كم مرة لازم أقول لك أمي ما بدي روح معكم؟ لك يا عمري يا نازلي، نحن مو حكينا كلنا سوا مبارح وقررنا هالشي؟ ايه وأنا ما دخلني بالتصويت اللي عملتوه مبارح، وبرجع بقول لك أنا مو رايحة على اسطنبول، صرت كبيرة وما بتقدري تاخديني بالغصب. مثل ما بدك. مثل ما بدك؟ شو يعني؟ ما رح أترجاكي، هذا حقك بالنهاية، أنتي صرتي صبية وإذا هذا قرارك ما بقدر أجبرك. يعني أنتي رح تتركيني مشان زلمة ما صار لك كم شهر بتعرفي مو هيك؟ طيب روحوا لكان. ألو، جايين هالوك. وأنتي كمان بعتيني يا بيري؟ أمي كتير حابة تروح، يا ريت تقبلي تجي معنا. يا هبلة انتبهي على حالك. رح اترك لك شوية مصاري على الطاولة وفي أكل بالبيت. يلا بشوفك بعد يومين. صباح الخير أمو. صباح النور. صباح الخير يا برنسيسي. صباح النور. صباح الخير. صباح الخير. فيني اطلع قدام؟ ما بعرف، تقدر تطلع؟ إذا بتحط الحزام ما عندي مشكلة. تعالي لشوف. نازلي مو نازلي معكم؟ لا والله، نحكي بالموضوع بعدين. هالوك أنا بورجيك. حبيبتي نهال، حتى لو دقيتي لهلا ما رح ترد على التليفون، انت اذا بتقدري امرقي عليها بعد شوي، بدي اياكي تطمنيني بس توصلي. تمام حبيبتي، شكرا، انتبهي على حالك. اخي هالوك، معلش ناخذ سيلفي مع بعضنا؟ تمام، ناخذ سيلفي. خالتي نهال رح تروح تطمن على نازلي؟ ايه حبيبتي، حطيتي حزام الأمان؟ ايه حطيته. تمام.
سيلينا تقيل الزلمة بقى. هالوك مانو رفيقك بالمدرسة؟ أخي هالوك؟ يعني أنت إمتى بدك تطلب إيدها لأمي رسمي؟ سيلين شو هالسؤال الوقح عيب؟ لا يا لولا غلاظة نازلي كان طلب إيدك من مبارح. عادي إلا ما تطلع لشي خطة تانية براسي. قديش رومانسي. سيلين ممكن تتركي هالتليفون من إيدك؟ سيلين يخرب بيتك شو حلو هالبيت ومرتب. تضرب شو دمك تقيل. الحياة كتير حلوة بدونك. أخ ما أوقحك. إذا أمي رجعت متزوجة لا تتفاجئي، ناطرتنا شغلات حلوة. معقول تعملها وتتزوج؟ ياي شو حلوة هالإطلالة. أخي هالوك هلا الإطلالة ببيتك حلوة مثل هون؟ أكيد وأحلى كمان. أختي شو بك هدي شوي؟ اهلا وسهلا فيك. أهلا يا فيك يا علي. هلا قلت لهم نجهزوا لنا الاكل بالبيت، بس بنشرب شيء. شو حابين تشربوا؟ ليمونادا. وانا باخذ نفس الشيء. وانا بشرب شاي. وانا شاي. تكرم يا بيك. شكرا. قلت بنتغدى بالبيت، بس اذا على بالكم شيء بنطلب فورا. حبيبتي حبيبتي. اكيد حبيبتي. احكي على راحتك اخي هالوك، امي خجلانه شوي لانه صار لها زمان ما سمعت حكي حلو، سنين طويله. بس لا تاكل هم، شوي شوي بتتعود عليه. سيلين انا رح ادق لاختي مشان ما يتفاجئوا فينا. بتمنى تكون مفاجاه حلوه. ايه طبعا حلوه. مشغول بالك على اختي مو هيك امي؟ ايه مزبوط حبيبتي، رح دق لها بس ان شاء الله ترد هالمره. بتعرفوا شو؟ مو معقول شو اشتقت لها.